السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل وإياكم المحاضرات الخاصة بالدهون بعد تعرفنا على تسمية والتركيب الدهون البسيطة المتمثلة بالشحوم والزيوت والشموع، وكذلك تعرفنا على الدهون المركبة والمتمثلة بالفوسفوليبيد and glycolipids. نحاول التعرف على الصنف الثالث من الدهون وهي الدهون المشتقة derived lipids. سميت بالدهون المشتقة وذلك لأنها مشتقة من الدهون البسيطة والدهون المركبة. هذه الدهون تصنف إلى ثلاث أصناف رئيسية هي steroids, terpenes, carotenoids. نبدأ بالتعرف على الصنف الأول اللي هو steroids. تتكون الستيرويدات بصورة عامة من نواة وهي حلقة تسمى cyclobentane هيدروفينانترين اللي اختصرها CBPP، والتي تتكون من ثلاث حلقات سداسية حلقة A B C مندمجة مع حلقة خماسية اللي هي الحلقة D. هذا هو تركيب CBPP، ثلاث حلقات سداسية مندمجة مع حلقة خماسية. يمكن أن تصنف الستيرويدات بالاعتماد على طول السلسلة الجانبية، هنا ترتبط السلسلة الجانبية دائماً بذرة كربون رقم 16. طول السلسلة الجانبية يقسم من الستيرويدات إلى ثلاث أقسام بالاعتماد على طول السلسلة الجانبية، قد يكون 27، 28، 29 ذرة كربون، أو يكون 24، أو يكون 17، 18، 19 ذرة كربون. نجي للصنف الأول اللي عندما تكون طول السلسلة 27، 28 أو 29 ذرة كربون مثل ما هو أمامكم، فإن الناتج راح يكون ستيرولز. ستيرولز، الستيرولز هو أول صنف من الستيرويدز، وأهم نوع من الستيرويدات أو الستيرولز هو الكوليسترول، فهذا هو التركيب الكيميائي للكوليسترول. يتميز التركيب الكيميائي للكوليسترول وبوجود آصرة مزدوجة بين ذرة الكربون 5 و 6، كذلك وجود مجموعة OH على ذرة الكربون رقم 3. يعتبر الكوليسترول من المكونات الأساسية للغشاء الخلوي. It is one of the cell membrane component. كذلك يعمل الكوليسترول كمولد precursor للهرمونات وأملاح الصفراء and vitamin D3. It is a precursor for hormones, bile acids, vitamin D3. هناك نوع آخر من الستيرويدز أو الستيرولز عفوا، أن الكابروستيرول اللي موجود in feces بالفضلات، إرغوستيرول اللي موجود بالإرغوت، yeast, نيروسبورا مولد اللي هي فطر والخمائر والعفن. النانوستيرولز موجود in دهن الصوف اللي هو الوول فات. نكمل التصنيف المعتمد على طول السلسلة الكربونية. في حال كون السلسلة الكربونية طولها 24 ذرة كربون، هذه تنكملها هنا حيوصل إلى 24 ذرة كربون. إيش راح نشوف؟ راح ينطيني تراكيب مهمة. التركيب الأول اللي هو أسميه كوليك أسيد. الكوليك أسيد يتميز باحتوائه على ثلاث مجاميع من OH أو الهيدروكسيل جروب، موجودة على ذرة الكربون رقم 3 7 12، فإذا هو هذا الكوليك أسيد. في حين الديوكسي كوليك أسيد راح ينطيني مجموعتين فقط هيدروكسيل اللي هي ذرة الكربون 3 موجود بها وذرة الكربون رقم 12. كل الأحوال الكوليك أسيد والديوكسي كوليك أسيد هي تعتبر من البايل أسيدز اللي هي أملاح الصفراء. التصنيف الأخير للستيرويدات عندما تكون ذرات الكربون 17، 18، 19 ذرة كربون، وبالاعتماد على طول السلسلة الكربونية ممكن أن يعطيني تراكيب مهمة للسموم. Several important poisons have steroid structure. مثل هذه السموم نلاحظها بشكل رقم 3.
We have digitoxin and digitalin in fox glove plants, which has a powerful heart stimulating. مركب الديجيتوكسين الموجود في نبات قفاز الثعلب فوكس جلوفز وصورته أمامكم يصنع منه دواء فعال وقوي يعمل على تحفيز عضلة القلب. قبل الانتقال إلى الصنف الآخر من الدهون المشتقة، هناك بعض المعلومات الطبية المهمة التي من المهم مشاركتها معكم. لدينا موضوع يدعى Dietary Fat and Cholesterol. عن طريق الإجابة على الأسئلة التالية يمكن توضيح بعض الأمور. نبدأ بالسؤال. السؤال رقم 1: What are essential fatty acids؟ ماذا نعني بالأحماض الدهنية الأساسية؟ Fatty acids that are essential to human health but not produced in the body must be obtained through foods. تدعى الأحماض الدهنية الأساسية. ليش؟ لأنها تعتبر من المركبات الأساسية اللازمة لصحة جسم الإنسان، والتي لا يمكن أن يقوم جسم الإنسان بتصنيعها، لذلك يجب الحصول عليها عن طريق الطعام. من الأمثلة على هذه الأحماض الأسينشال عندي أوميجا 6 اللي هو لينوليك أسيد، أوميجا 3 اللي هو لينوليك أسيد. عند الرجوع إلى التركيب الكيميائي لهذه الفاتي أسيد راح نلاحظ احتوائها على أواصر مزدوجة متعددة بولي أنساتوريتد فاتي أسيد. إذا عرفنا أن 60% من الدماغ تمثله الإسينشال فاتي أسيد، هذا يعني أن اكتمال وظائف الدماغ ونمو الخلايا يحتاج إلى هذه الأحماض الدهنية الأساسية. في المراحل المتقدمة من دراسة الكيمياء الحياتية، سوف ندرس إمكانية تكوين الجسم للأحماض الشحمية عن طريق مسار يدعى ليبوجينيسيس. وبعد تكوين هذه الأحماض، يمكن إضافة أسرة مزدوجة واحدة فقط، بحيث يمكن الحصول على حامض الأوليك أسيد اللي هو أوميجا 9. أما بقية الأحماض الشحمية غير المشبعة مثل أوميجا 6 أوميجا 3 لا يمكن لجسم الإنسان أن يقوم بتكوينها، وذلك لغياب إنزيم اللي هو ديساتوريز إنزيم. وطبعا إذا كان لديكم سؤال أين يمكن أن يتواجد هذا الإنزيم اللي هو ديساتوريز إنزيم، أكيد الجواب هو راح يكون بذور النباتات. السؤال الثاني اللي هو What are omega 3 and omega 6 fatty acids? Omega 3 are a group of polyunsaturated fatty acids that include the following. عندي ALA اللي هو alpha linoleic acid، وعندي EPA اللي هو eicosapinanoic acid، كذلك عندي DHA اللي هو ديكوزا هيكسانويك أسيد. أما الأوميجا 6 عفوا، ولو قبل ما ننتقل الأوميجا 6 راح نشوف هذه الأوميجا 3 وين تتواجد. تتواجد طبعا بزيوت بعض الأسماك مثل السلمون والسردين والرنجل. الغذاء الغني بالأوميجا 3 يعمل على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب، منع تجلط الدم، يمنع تصلب الشرايين، والذي يقلل بالتالي من ارتفاع ضغط الدم. أما الأوميجا 6 فيتواجد بصورة رئيسية داخل الزيوت مثل بذور الصويا والذرة وزهرة الشمس. عندي مثالين عليه، عندي اللينوليك أسيد وعندي CLA اللي هو conjugated linoleic acid. هذا conjugated linoleic acid. السؤال الآخر: How is blood cholesterol transported by the body؟ كيف يمكن للكوليسترول أن ينتقل داخل جسم الإنسان؟ طبعاً لدينا نوعين رئيسيين من النواقل المسؤولة عن نقل الكوليسترول. عندي الـ LDL وعندي الـ HDL. LDL اللي هو Low Density Lipoprotein، HDL هو High Density Lipoprotein. بالنسبة للنوع الأول اللي هو الـ LDL اللي هو أمامكم، يعمل على نقل الكوليسترول إلى خلايا الجسم، وبالتالي يمكن للكوليسترول أن يترسب على جدران الشرايين ويكون البلاك، والتي يعني بها طبعا ترسبات، لذلك يدعى بالباد كوليسترول. أما النوع الثاني اللي هو HDL فوظيفته هو remove cholesterol waste from the body by the liver، يعني يزيل
كل الترسبات والأوساخ اللي موجودة بداخل الأوعية الشعرية الدموية بداخل جسم الإنسان. لذلك إيش أسميه؟ أسميه good cholesterol، وكما موضح في الجدول رقم 1. شكرا لحسن إصغائكم، ونكمل وياكم بالمحاضرات الجاية إن شاء الله.